بسم الله، الآن ساحل تدريبات 10 و11 12 13 من تأكد. 10 و11 و12 13 كلها تحتاج إلى تبسيط عن طريق انطاق المقام. طبعا انطاق المقام له حالتين، في حالتين عندي لانطاق المقام. الحالة الأولى تكون عن طريق يكون المقام جذر وحيد في الجذر فقط بدون كوحيدة حد. أما الحالة الثانية مثلا لو يكون عندي هنا ألف على جذر باء، الحالة الثانية أنه يكون عندي الجذر حد ثاني في ثنائية حد. مثلا خلينا نقول عندنا هنا جيم على دال جذر الهاء، يعني يكون في الحالة الأولى الانطاق المقام يكون فقط عن طريق الضرب في المقام نفسه، بسط ومقام، إن أضرب وبسط ومقام في نفس الجذر الذي أريد أن أنطقه. انطاق المقام بمعنى التخلص من المقام الموجود في الجذر، الجذر الموجود في المقام. انطاق المقام يعني التخلص من الجذر الموجود في المقام اللي هو هذا. كيف اتخلص منه؟ اضرب في نفسه، لانه حيكون هنا في تربيع والتربيع يلغي الجذر. لكن في حال انه كان عبارة عن ثنائية بهذا الشكل، في عملية بينهم، راح انطق المقام عن طريق شيء يسمى المرافق. المرافق بنفس المقادير اللي موجودة في المقام، مرافق المقام بمعنى نفس المقدار اللي هو هنا عندنا دال وجذر الهاء، لكن مع فرق الإشارة، كان موجب أخليه سالب، إذا كان سالب أخليه موجب، فيصير عدد في المرافق. وطبعا لأني وضعت أنا مقدار في المقام، لازم البسط والمقام بنفس الشكل. إذا بسطا ومقاما، انطاق المقام يكون عن طريق الضرب بسطا ومقاما في مقدار ما. الحالة الأولى من هذا المقدار عندما يكون وحيدة حد المقام جذر، الحالة الثانية عندما تكون ثنائية حد أحدهما جذر أو كلاهما جذر، ما هي مشكلة. هذا يسمى انطاق المقام، وهذه الحالة نسميها الضرب في المرافق، بينما في هذه الحالة راح أسميها انطاق مقام بالضرب في نفس المقام. ليه؟ لأنه هنا ما في رفيق، ما في مرافق للمقدار هذا، زائد صفر، باء زائد صفر هي أصلا، فمرافقها جذر الباء ناقص صفر، والصفر لا يحتسب. تمام. إذا هذه الحالتين اللي راح تمر معايا في انطاق المقام. خلينا نرجع للسؤال. في هذه الحالة رقم 10 مثلا، حيكون انطاق المقام عن طريق ضرب في مرافق ولا ضرب بس فقط انطاق مقام؟ في هذه الحالة راح يكون فقط عن طريق شوي عن طريق طبعا أنا راح أقسم الجذر، خاصية تقسيم خاصية القسمة في الجذور، أنا ممكن أقسم تصير جذر 45 على جذر 10 على جذر 10. طبعا هنا عندنا جذر 10 يحتاج إلى انطاق، فأرجع أكتبها هنا. عندنا هي جذر 45 على 10، قلنا راح نكتبها على شكل جذر 45 على جذر 10. طبعا لاحظ أن عندنا المقام هنا 10، المقام هذا 10، لازم أتخلص منها عن طريق الانطاق. أنطق ضرب في جذر 10 على جذر 10، بهذا الشكل أكون أنا أنطقت المقام. طبعا بقية الخطوات بديهية، عندي جذر 10 في جذر 10، خلاص من الآن فصاعدة، من يوم تشوفين الجذر تكرر تربيع مرتين على طول أحذفه وأنزله 10. إذا خذيها قاعدة عندك، جذر 10 في جذر 10 تساوي 10، تمام؟ لأنها أصلها 10، جذر 10 تربيع، والتربيع راح من مع الجذر، فكذا بتكون عندي المقام 10. طبعا البسط 45 يحتاج إلى تحليل، 45 تحتحلل إلى
حاصل ضرب 5 في 8 عفوا في 9، والتسعة تتحلل إلى 3 في 3، الخمسة زي ما هي خمسة أولية، إذا حيصير عندي هنا ثلاثتين، واحدة منهم حتروح إذا ثلاثة، واللي بتبقى تحت الجذر هي الخمسة، والعشرة برضو حتتقسم إلى العشرة تتحول إلى اثنين وخمسة، يعني في جذر الخمسة في جذر الاثنين. طبعا هنا راحوا مع بعض حيصير عندي ثلاثة في خمسة، لأنه جذر خمسة في جذر خمسة يساوي خمسة، خلاص من الأنفصال عندنا نتعود بنشوف جذرين جنب بعض، إذا حتطلع من تحت الجذر بخمسة، واحدة جذر اثنين على عشرة. طبعا هنا في اختصار ما بين الخمسة والعشرة، حيصير عندي هنا اثنين أصبحت ثلاثة جذر اثنين على اثنين اللي هي الخيار رقم د. تمام، هذا بالنسبة للسؤال رقم عشرة. سؤال رقم عشرة احتجنا انطاق المقام عن طريق الضرب في في جذر عشرة، ما نقول مرافق وإنما جذر عشرة على طول. متى نحتاج مرافق في الأسئلة من 11 إلى 16؟ خلينا نستعرض مع بعض. مرافق هذا العدد ثلاثة زائد جذر خمسة، لماذا لوجود جذر خمسة؟ مرافقها كم؟ حاول أكتبها معكم هنا إن استطعت. المرافق يعني حضرب في كم؟ بنفس الرقم ثلاثة، وهنا جذر خمسة، والعملية طرح، وهنا أيضا ثلاثة ناقص جذر خمسة، وأتمم العملية. في هذه سؤال 12 حضر في المرافق اللي هو، طبعا هنا عندي اثنين وهنا جذر ستة، لكن الإشارة حتكون زائد. طيب وهنا حضر في كم؟ في واحد وجذر عشرة، بنفس المقدار واحد جذر عشرة، لكن العملية كانت هنا طرح، أخليها هنا جمع، هذا المقصود بمرافقه. طيب مرافق واحد على على أربعة زائد جذر 12، المرافق برضو أضرب في أربعة ناقص جذر 12، وهنا أربعة ناقص جذر 12 أيضا، هنا راح أضرب في ستة زائد، ليش زائد؟ لأنها كانت ناقص جذر سبعة، ستة زائد جذر سبعة، وهنا عندي خمسة ناقص جذر 11، هنا خمسة ناقص جذر 11 اللي الآن مكتوب أمامك، هي الخطوة الأولى في التبسيط. ليش بسطها بهذه الطريقة؟ لأني لاحظت أن المقام في جذر وهو ثنائية، مدام أنها ثنائية حدود المقام وفي جذر، إذن التبسيط يكون بالضرب في المرافق. المرافق يعني بنفس مقدار المقام مع اختلاف الإشارة. طبعا ليش أنا أضرب في المرافق؟ عشان أستفيد من القانون اللي نصه أنه ألف زائد باء في ألف ناقص الباء يعطيكي المرافق. نرجع نشوف تفصيل الحل. طبعا هذه كانت الخطوة الأولى فقط، نشوف الفقرة الأولى نحاول نحلها اللي هي نتحرك هنا. عندي ثلاثة، هي سؤال رقم 11، ثلاثة على ثلاثة زائد جذر خمسة. الآن السؤال الأساسي في درس في هذا الدرس أنه بسط العبارة الجذرية، وين الجذر؟ الجذر موجود في المقام، وعندي مشكلة أن المقام مو بس جذر أيضا هو ثنائية حد، إذا لابد أني أنطق المقام. لماذا أنطق المقام؟ لأنها لا يجوز في الرياضيات أن أعتبر أن العبارة بسيطة أو في أبسط صورة طالما المقام فيه جذر. إذا راح أضرب البسط والمقام في نفس المقدار اللي هو ثلاثة جذر خمسة، ثلاثة جذر خمسة، إلا أن العملية كانت جمع هتصبح طرح. تمام، إذا حيساوي في هذه الحالة المقام دائما النتيجة تكون الحد الأول تربيع ناقص الحد الثاني تربيع، إذا حيكون عند الناقص هذا أساسي، هذا من القانون، الناقص هذا هو من القانون، هذا الناقص. طيب الحد الأول كم حيساوي؟ ثلاثة تربيع، والحد الثاني جذر خمسة تربيع. جذر خمسة تربيع يعني إيش؟
يعني حيطير التربيع مع الجذر. نشوف البسط ايش موجود عندي في البسط. عندي ثلاثة في ثلاثة وثلاثة في جذر الخمسة، إذن تصبح تسعة ناقص ثلاثة جذر خمسة. نبسط العمليات، تسعة ناقص ثلاثة جذر خمسة. نشوف المقام، ثلاثة تربيع بتسعة ناقص خمسة تساوي طبعا عندي المقام تسعة ناقص خمسة يساوي أربعة. البسط لاحظي معايا أنه في عامل مشترك ما بين التسعة والثلاثة وهو الثلاثة، إذا أخذ عامل مشترك يبقى لي من التسعة ثلاثة ناقص جذر الخمسة. تمام، إذا ممكن أكتبها بهذا الشكل. وممكن أتركها زي ما هي، اللي هي طالما ما في اختصارات أقدر أختصرها. إذا ممكن أنا أستغني عن هذه الخطوة وأكتب النتيجة النهائية زي ما كانت، تسعة ناقص ثلاثة جذر الخمسة على أربعة لعدم وجود تبسيط أكثر من كذا. تمام، الخطوة المسألة اللي بعدها وآخر مسألة راح أحلها في هذا الدرس اللي هو رقم 12. نكبر الخط شوي. طبعا عندي بسط ومقام، البسط عبارة عن خمسة فقط والمقام اثنين ناقص جذر الستة. أعرضها شوي. طيب لاحظي معايا المشكلة وين؟ المشكلة في هذه، المشكلة في الرقم جذر ستة، عشان كأنه موجود في المقام لابد أني أنطق. طالما أني بنطق إذن راح أنا أضرب في البسط المقام في المرافق اللي هو 2 جذر 6 جمعا وليس طرحا. لماذا؟ لأن العدد اللي في المقام سالب، إذا مرافقه حيكون موجب. أي عدد في مرافقه يا طالباتي حيعطيني الأول تربيع، يعني 2 تربيع ناقص، هذا من القانون ثابت، جذر 6 تربيع، يروح التربيع مع الجذر والبسط. ما أنسى أني أوزع لأنها عملية ضرب. تمام، المقام أيضا عملية ضرب، لكن إحنا عندنا قانون يسهل الموضوع اللي هو عدد في مرافقه يساوي الأول تربيع ناقص الثاني تربيع. ولو أخذتيها بالتوزيع بالترتيب أو بالتوزيع العادي راح توصلين لهذه النتيجة زي ما سبق وأخذناها في الحالات الخاصة من كثيرات الحدود. حيصير عندي 10 ناقص 5 جذر 6. نشوف نهاية المقام كم حتصير، 2 تربيع بأربعة، أربعة ناقص ستة، والبسط 10 ناقص 5 جذر 6 حتساوي 4 ناقص 6 سالب 2. وألاحظ أن المقام سالب 2 والبسط 10 و 5 و 10 و 2 بينهم عامل مشترك. لو أخذت أنا يعني ممكن أقول 10 على سالب 2 وأيضا سالب خمسة على سالب اثنين جذر ستة، بالتالي يروح هذا مع هذا، يعني تساوي عشرة أو سالب سالب عشرة، وهنا حس الموجبة من خمسة جذر ستة على اثنين ناقص الخمسة. ممكن أتركها زي ما هي، عبارة عن أربعة، هنا حيصير عندي سالب اثنين وهنا حيكون عشرة ناقص خمسة جذر ستة. وممكن أتخلص من السالب هذا بحيث أني أخليه على اثنين، وحتصير خمسة جذر ستة ناقص عشرة على اثنين. تمام، كذا نكون انتهينا من حل المسألة. طبعا زي ما قلنا عشان نتأكد من الحلول أحاول أني أستخدم الآلة الحاسبة وأشوف تبسيط خمسة، طبعا خمسة على اثنين ناقص جذر الستة، نشوف كم تساوي عن طريق الآلة الحاسبة. طلعت معنا نفس الشيء
10 زائد 5 على 6، 5 جذر 6 على 2.